بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. موضوع هذا الفيديو عبارة عن جواب لتساؤل، وهذا التساؤل هو: ماذا يحدث إذا ربطنا مصباح بمأخذ التيار إيب دو بريز في شبكة أحادي التور مونوفازي، بحيث نربط المصباح بفاز المأخذ الأول وبفاز المأخذ الثاني؟ والجواب نكتشفه بعد إجراء التجارب. إذن هذا السلك الأزرق يمثل الفاز في الجهاز الأول، والسلك الأحمر يمثل الفاز في الجهاز الثاني. نوصل المصباح بين الفاز والناتر لنفس الجهاز، فيشتعل المصباح لهذا الجهاز ويشتعل لهذا الجهاز أيضا، ثم نوصل بين فاز أحد الجهازين والناتر للجهاز الثاني، ويشتعل أيضا في هذه الحالة. وبتوصيل المصباح بين فاز الجهاز الأول وفاز الجهاز الثاني، فإن المصباح لا يشتعل. نراقب مرة ثانية كمون هذين الناقلين، فنلاحظ أن الأمر يتعلق فعلا بالفاز وبإعادة العملية. فإن المصباح كما نرى لا يشتعل، لكن بين الفاز والناتر يشتعل، وبين هذا الفاز والناتر الآخر يشتعل أيضا. وسبب عدم اشتعال المصباح بسيط، وهو أن المصباح خاضع في كل لحظة لنفس الكمون. يعني إذا كان كمون هذه النقطة هو 220 فولت، فإن كمون هذه النقطة هو 220 فولت أيضا، وفرق الكمون بين النقطتين يكون منعدم، لأن 220 فولت ناقص 220 فولت يساوي الصفر. ولكي يشتعل المصباح يجب أن يكون خاضع لفرق في الكمون، فبين التور والمحايد يشتعل المصباح، لكن بين المحايد والمحايد أو بين التور والتور لا يشتعل.